نحن اليوم هنا في حي محمد الصفر نحتفل بدوري بنهائية دوري رمضان في نسخته الرابعة في هذه السنة بعدما اجتاز ثلاث مراحل كلها كانت إن شاء الله اجتازها بنجاح. واليوم أيضا وكما تلاحظون اجتزنا المرحلة النهائية بنجاح وعشنا دوري حقيقي بمعنى الكلمة ونهائية عبارة عن عرس. الدوري حقيقة دوري رمضان هو دوري صعيب شيئا ما في التنظيم دياله ولا في السير دياله ولا في المشاركة دياله، ولكن تكاتب الجهود وبالمشاركة ديال جميع الساكنة خاصة الشباب الرياضي منها استطعنا باش نتجاوزوا جميع العراقيل ونتغلبوا على جميع المشاكل وننجحوا الدوري. نجحنا الدوري نتاع رمضان إن شاء الله الرحمن الرحيم، وكنتمناو باش ترسخ هذه الفكرة ديال دوري رمضان ترسخ هنا في حي محمد السكر ويصبح دوري رمضان عرف من الأعراف لدى حي معمر السكر. نتمنى له المزيد من التألق وذلك عن طريق العمل الجاد والمسؤول، العمل بشراكة جماعية حتى نتطور به ونجعل منها دوري كبيرا كبيرا وكبيرا يليق بحي معمر السكر وبسكن زيو جميعا. تحية رمضانية كريمة وشكرا والسلام عليكم.